على الصعيد ذاته، أكد ممثل قيادة عمليات صلاح الدين أن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع مفوضية الانتخابات فيما يخص الإجراءات الواجب اتخاذها للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى وجود ضوابط لتحفيز المنتسبين لتسلم بطاقاتهم الانتخابية. فيما يخص قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، اكو تنسيق مستمر وفي مستوى عالي جدا مع المفوضية فيما يخص العملية الانتخابية المقبلة. فيما يخص تحديث سجل الناخبين واستلام البطاقة الانتخابية للمقاتل، احنا حقيقة عندنا ضوابط معمول بها، ويدري السيد قائد عمليات سامرة بأنه المقاتل سواء ضابط أو جندي يحجب راتبه إذا ما يستلم البطاقة أو يحدث السجل الانتخابي. إحنا حقيقة مستمرين بالتنسيق والعمل سوية لغرض إنجاح العملية الانتخابية المقبلة.